أحبائي، خلينا هنبتدي مع حضراتكم مناسبتنا وأعياد الميلاد وأعياد الزواج لأحبائنا في بداية أبريل ولحد النهاردة. كل سنة وهم طيبين، وبنتمنى لهم من قلوبنا كل الصحة والسعادة. نشوف الفيديو سوا، اتفضلوا. كل سنة وحضراتكم طيبين وعقبال سنين حلوة كتير كتير كتير، كلها فرح وصحة وسعادة وراحة بال. أمين. بتمنى لكم من قلبي كل النجاح والتوفيق في سنينكم اللي جاية بإذن يسوع.